أهلا بيكم في حكاية مصرية جديدة. شريحة كبيرة من المجتمع بتعاني من ألام الركبة خاصة مع تقدم العمر، وأحيانا بتدخل في دوامة تغيير المفصل والعمليات الجراحية، لكن كلنا بندور على الحل العلاجي اللي ممكن يخفف كل الآلام بدون جراحة. شرفنا النهاردة في الاستوديو دكتور وليد عمار، رئيس مجلس إدارة آسيا كلينيك لعلاج الجلطات وإصابات العمود الفقري بدون جراحة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. اشمعنى في مصر يا دكتور بتزيد نسبة الإصابة بغضروف الركبة؟ احنا دلوقتي اللي انت حضرتك قلت مقدمة جميلة جدا، مع تقدم السن احنا الأيام دي في آسيا كلينيك ملاحظين اني لا مش في كبر السن، يعني انا لسه جاي اهو من المستشفى، لا انا عندي 40 وعندي 45 وعندي 50 وعندي 30ات دلوقتي. ايه السبب بقى؟ السبب اولا احنا عندنا في مصر حاجه اسمها الولاده المتكرره. الولاده المتكرره كل طفل بينزل من الام بياخد صحتها، بياخد كلسامها، بياخد عضلاتها، بياخد كل حاجه. أيه. فالنهارده تلاقي شابات صغيره جدا مخلفه 3 مخلفه 4، وتيجي تساليها بقى هو الالام زادت امتى؟ تقول لك بعد ثالث واحد، بعد رابع واحد. طب ايه سبب الالام دي؟ رقم واحد الهشاشه. ايوه، يعني انت تلاقي حضرتك ناس عندهم 40 سنه وعنده هشاشه، ف40 ما كناش بنسمع قبل كده 40 سنه وعنده هشاشه دلوقتي. أيه. فالنهارده انا لسه جاي من المستشفى اهو، عيانه عندها 45 سنه عندها اعوجاج في الركبه نتيجه للهشاشه، الركبه متاكله الدرجه الرابعه وفيها هشاشة، فمن كتر المفصل ما هو ضعيف حصل فيه هشاشة الكوة. فحصل فيه تآكل شديد فحصل اعوجاج. طب الهشاشة دي ايه سبب الهشاشة؟ اولا ان احنا كلنا عندنا نقص في فيتامين دي، يعني ما كانش حد يسمع عن نقص فيتامين دي من 5 سنين بس بقينا كل شوية نسمعه. طب ايه سبب نقص فيتامين دي؟ الاكل، جزء من الاكل، الاكل ما بقاش صحي زي الاول، دي نقطة. طب وايه تاني؟ التلوث، التلوث، الجو الملوث كله اللي بيغيم الـ اي مكان خلاص بيخلي الاشعه بتاعت الشمس الطول الموج بتاعها اللي هو بينبه فيتامين دي مش موجود، ما مش بيعدي، فاصبحنا كلنا عندنا نقص في فيتامين دي. طب ما احنا كلنا بقينا عندنا نقص في فيتامين دي، ايه النتيجه بقى؟ النتيجه هياثر على مزاجنا، هياثر على مزاجنا خالي حاد جدا، عصبي. طب ياثر على الذاكره، ياثر على الذاكره يخليني لا انا مش مركز، انا بنسى كتير. طب ما انا اجي اقوم من النوم احس ان انا مكسر وجسمي مجهد، عقبال ما اقوم وافوق باخد ايه؟ وقت. طيب يبقى انت عندك مشكله. طيب الهشاشه دي هتعمل مشكله في ايه تاني؟ لو جيت اغير مفصل، لو جيت اغير مفصل وعندي هشاشه العمليه مش هتنفع. ما هو المفصل ده هيمسك فين؟ يعني المفصل ده اللي انا هثبته ده هيمسك فين؟ ما هو لازم يمسك في حاجه خلاص ناشفه عشان اقدر اثبت الايه؟ المفصل ده. فده برده من اكبر اسباب فشل عمليه تغيير المفصل ان فيها هشاشه. يبقى دي برده نقطه مهمه جدا جدا. يبقى انا عندي عدو مهم جدا لكل الستات مصر، يمكن نسبه يعني دايما تيجي مثلا الهشاشه 9 ستات و1 راجل. طب ليه 9 ستات و1 راجل؟ ايه السبب؟ السبب اول حاجه ان ربنا من عظمته مخلي الانسجه والاربطه بتاعت الست فيها مرونه عشان ما تيجي تولد. طيب الاربطه المرونه دي هتعمل ايه؟ اي اصابه للست، اي لفه هيحصل قطع في الرباط، والرباط الخارجي ده لو حصل له قطع او الداخلي حصل له قطع خلاص كل التحميل على الغضروف اللي هياخد كام سنه ويتاكل. فبقت اصابات الست اكتر من الراجل عشان المرونه، عشان ربنا خالقها عشان تخلف لازم يبقى في مرونه في الحوض. يبقى دي نقطه لازم يبقى احنا كلنا فاهمينها، وللستات اكتر من الرجاله. عشان كده ما بيجي راجل معاه المدام بتاعته اقول له لا انت مش حاسس بيها، هي عندها مشاكل والام حاده، هي غصب عنها، وانت مش هتحس بالالام دي لسبب لان الراجل ما عندوش تغير هرموني، ما عندوش دوره بتنقطع. ما عندوش مرونه في الاربطه، عنده عضلات اقوى. حوضه مصمم ان هو يبقى نازل ستريت، الست في اعوجاج بسيط عشان ما نتيجه تولد. فهو ربنا من عظمته خلق الكلام ده، بس احنا لازم بقى عشان الست دي نقدر نعالج مفاصلها اللي اتاكلت اللي عندها هشاشه نبتكر لها سيستم، مش حاجة واحدة. يعني انت ما تجيش تقول ايه اصل انا مش هخليك تدخل العملية، طب انت قصادها دي عشان ما خليكش تدخل العملية تغيير المفصل ده قصادها الناحية التانية في برنامج كامل لازم تنفذه. لكن ما فيش حاجة اسمها ايه اصل انا حقنت هخف، لا لا لا، انت حقنت مش هتخف، انت الدرجة الرابعة حقنت مش هتخف، انت لازم برنامج كامل تدخل جواه عشان تتعالج فعلا صح. عشان كده احنا في اسيا عملنا العلاج على 4 خطوات.
لازم الاربعه مع بعض. اه لازم الاربعه مع بعض، يعني النهارده هنعمل ايه؟ النهارده جاي فاكر هتاخد حقنه وتمشي، لا. طب انت عضلاتك الضعيفه دي اللي هي مش ماسكه المفصل هتعمل فيها ايه؟ طيب الهشاشه اللي جوه دي هتعمل فيها ايه؟ لازم كل حاجه تتعالج لوحدها. تمام. طب التهاب الاعصاب اللي حوالين الركبه دي اللي في كل حته دي، عندك الم في ظهر الركبه وعندك الم هنا، طب هتعمل فيها ايه؟ طب ايه اللي احنا شايفينه يا دكتور على الشاشه ده؟ ممكن تشرح لنا حضرتك دلوقتي؟ احنا زي ما شايفين، استوب هنا لو سمحت، دي القرح. يعني النهارده ايه اللي بيحصل في المفصل؟ المفصل كل ما هو قوي ما يحصلش قرح في الغضروف ده، ما يتكشفش الغضروف ده، يعني ده الغطا بتاعي اللي مغطيني. طيب ما نجي بقى يبقى عندي هشاشه ومش مستحمل الاحتكاك وعندي عضلات ضعيفه والاربطه دي نتيجه لاي ست حصل لها قطع داخلي في الغضروف الداخلي، يعني كل الستات اللي فوق ال 50 دايما بنلاقي قطع في الغضروف الداخلي، كل الستات يعني 90% منهم عندهم قطع فوق ال 50 في الغضروف الداخلي. تصوري شكلها ايه؟ حتى في علاجات الهشاشه من العظام ما تقيهاش شويه؟ يعني لو خديتها لا، ما احنا اتفقنا بقى، هي بقى احنا لازم نقوي العظم والعضلات، احنا مش عظم بس. ما في حاجه اسمها هشاشه عضلات، في حاجه اسمها هشاشه ايه؟ ما يعني الناس بس فاكره ان هشاشه عظم. لا 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 لا، ده في حاجه اسمها هشاشه وهشاشه العضلات تدمر المفصل اكتر من اي حاجه. لان العضله هي اللي ماسكه بروتين. كل ما احنا بنكبر في السن او كل ما بنعدي ال 50 الحجم بتاع البروتين ده بيقل. فمين اللي ماسك المفصل؟ ما فيش حاجه ماسكه المفصل دلوقتي. ايوه. طب بيحصل ايه بقى ما يبقى فيها شاشه وما فيش عضلات ويحصل قطع في الغضروف الداخلي؟ هيحصل قرح اللي احنا شفناها هنا. أيوه. دي طيب ماشي، عاوزين نقول ايه الخطوات بقى؟ طب احنا هنعالج الناس دي ازاي؟ في اربع خطوات. تمام. ولازم نبقى فاهمين احنا عاوزين نعمل سيستم محترم عشان نعالجهم في اربع خطوات. تمام. ولازم يطبقوه ما نهملهوش. تمام. أيوه. اول خطوه في حاجه اسمها كل الاعصاب اللي حوالين الركبه دي فيها التهاب حد. طيب عاوزين ندخل بجهاز اسمه ليزر ار اف، تردد حراري ليزر، عشان المسارات بتاعه الالم اللي حوالين الركبه نقفلها فما بقاش في الم. فالالم ده اكتر حاجه بيسبب لاي ست حاله نفسيه واكتئاب، تيجي تمشي الم، تيجي تقوم الم، تيجي تنزل السلم الم، تيجي تقف في المطبخ الم. يبقى دي نقطه مهمه. طب بعد ما قفلنا الالم بالتردد الحراري، ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه في حاجه اسمها الدعامه الذكيه. طب الدعامه دي يعني ركبه بتتلبس فيها دعامتين، الدعامتين دول عشان ايه؟ عشان لو في اعوجاج يعالجوا، عشان لو في قطع في الغضروف يبقى ده مكان قطع في الغضروف دلوقتي، عشان لو وزني تقيل يبقى تشيل 60% من وزني. بقى لو انا وزني 100 مثلا ولبست الدعامه الذكيه دي، بقى وزني محمل على الركبه 40 كيلو و60% شايلها الدعامه، يعني شايلها المفصلين اللي بره دول، فبقيت انا ماشي. بعد اذن حضرتك بتتركب خارجية ولا بتلبس كل واحد على حسب حجم المفصل بتاعه. تمام. خلاص. وعلى حسب المشكله، عنده عوجاج داخلي، عنده عوجاج خارجي، عنده قطع في الغضروف، حضرتك اللي بتقرر. بالظبط. كل واحد ليه شكل دعامه ذكيه مختلفه عن التاني. تمام. يبقى دي تاني حاجه. طيب انا بس انا دائما انا بسبب الضعف في العضلات دي والقطع في الغضروف الداخلي ورجلي بيبقى فيها ورم. طب الورم اعمل فيه ايه؟ طب ما الورم ده انا قاعد اخد ادويه لغايه ما الادويه عملت له قرحه. أيوة. طب انا مش عاوز اخد ادويه، انا عاوز اتعالج وفي نفس الوقت مش عاوز اخد ادويه. نقدر في جهاز اسمه روبوت كرايو. روبوت كرايو احنا هنشوف روبوت كرايو دلوقتي بنيتروجين، بيطلع نيتروجين عشان نيتروجين يدخل جوه المفصل، عشان اي التهابات حوالين القرحه او اي التهابات في الاربطه الخارجيه يبتدي يعالجها، بينزل بدرجه المفصل لغايه ماينس 20، فنزل ماينس 20 عشان كل الالتهابات تبتدي تقل. هنشوف دلوقتي الروبوت كرايو هيبتدي يشيل لنا كل الالتهابات اللي حوالين الايه؟ المفصل. كل ده بيحصل يا دكتور بدون جراحه؟ بدون جراحه. ما احنا اتفقنا قلنا هنعالج بدون جراحه لازم في سيستم، في برنامج. مش هنعالج بدون جراحه يبقى مش هيبقى في سيستم. طبعا. تمام؟ يعني تمام. يعني بالظبط، يعني دي نقطه مهمه. طيب ايه تاني بقى؟ طيب دلوقتي الناس دي كلها عندها مشكله، عندها المفصلين راكبين فوق بعض كده. طب مش مديين نفس. طب في جهاز اسمه روبوت تراكشن. ايه روبوت تراك او روبوت تراكشن؟ روبوت تراك ده بحط رجلي جواه يبتدي يوسع بين العظمتين عشان يسمح الدم يدخل جوه، الدوره الدمويه تتحسن، الاحتكاك يقل، خلاص الاربطه نفسها اللي وصلت لمرحله تيبس ومش قادره تمشي، كل ما تيجي تمشي بتاع ده تحس انها مشنكلاك، لازم ارجعها لمرونتها. عشان كده في نقطه مهمه جدا
دايما خشونه الركبه او التاكل الركبه الدرجه الثالثه او الرابعه بيعملوه في العيانين كبار السن. اول حاجه الست تقوم بالليل رايحه تصلي خلاص تتشنكل في السجاده. ايه اللي خلاها تتشنكل؟ حصل تيبس في المفصل الاربطه، لا هي تمام ما عرفتش تتني ركبتها، هي جت تتني ركبتها خلاص الاربطه فيها خلاص ريجيديتي يعني الاربطه أيوة. بقت ناشفه جدا وفيها تليف، فالاربطه مش عارفه تيجي معاك والمفصل من جوه فيه زوايد عظميه مانعينك ان انت تتحرك، فكل المسكينه كل ما تيجي باي حركه تقع على وشها. طيب عشان كده في ناس كتير جدا لقينا كبار في السن عندهم كسر في مفصل الحوض بسبب الركبه، يعني مفصل الركبه ممكن هيدمر مفصل الحوض لان ممكن تقع غصب عنها. وكل وقوع الناس كبار السن دايما اول مفصل واضعف مفصل دايما بيحصل له كسر هو مفصل الحوض، مش كده ناس كتير جدا عندهم كسر في مفصل الحوض بسبب ان جم يمشوا اتشنكلوا بسبب مفصل الركبه، ما خلاش فيه مرونه، ما خلاش فيه ايه؟ ما خلاش فيه مرونه. يبقى دي نقطه مهمه جدا. احنا النهارده انت ما بتعالج مفصل الركبه كويس ويلبس دعامه ذكيه وبنحط الروبوت تراك اللي هو بيوسع بين العظمتين فالدوره الدمويه تتحسب والاربطه تخلي فيه مرونه، وانت تيجي يعني دايما شكوت العين وانا ماشي احس ان انا متكتف، انا بحس ان انا هقع. زي ما حضرتك شرحت دلوقتي بالظبط. طب انت طبعا حصل عندكم حالات نجاح كبيره جدا يا دكتور، فعايزين نشوفها مع بعض على الشاشه دلوقتي. تمام. كان الألم جدا قوي خصوصا بالجلوس بالصلاة، كنت حل تأذي يعني أي درجة صعدوا كنت حل تأذي فيعني خلال الحقنتين ماكو خلال يومين الألم من كان 100% صار يعني 20% باقي. هايل هايل والحمد لله. جاية كده كمان في حضني كده. ايوه وريهم كده وريهم، تعالى كده. أنا من 10 سنين بعاني من التهابات في رجلي، وبعد ما جيت في عسك لأني خدت جلسات واتحقنت روحت ماشي من غير عسل. أنا كنت تعبان خالص، أنا كنت بقدر أمشي كنت تعبان خالص. قول بقى الأول إيه كنت جاي إزاي؟ إيه كنت ماشي إزاي؟ كنت إيه حاسس بإيه؟ ماشي إزاي وعندي ألم في المفصل الركبة اليمين. أيوه. وفي العمود الفقري. أيوه. فقرات التقنية. تمام. والركبة الإصابة كذلك. تمام. وطبعا حقنا العلاج الجديد اللي هو جاي من روسيا. انت جيت عشانه بقى. بالظبط لما سمعت حضرتك في اللقاء في الإذاعة في أصهري. ايوه. عرفت؟ فجيت على أساس نجرب تمام العلاج الجديد. تمام. طب استنى بقى، عاوزين ابنك اسمه ايه بقى؟ اسمه أحمد مبروك. قول يا أحمد بقى عشان أنت اللي بتاكل الأكل. ما هو أحمد الراجل الجميل اللي جابهم، اللي الراجل اللي عنده وفاء، فانا بحييه قوي طبعا. اني انا بحيي كل الاولاد اللي واقفين في ظهر اباتهم وامهم. خلاص انا مبسوط بالحج الحمد لله، المشي افضل بتاعته النهارده بس عاملين الظهر صح؟ صح. ففي شويه الم. الحاجه بقى قول لنا بقى، امشي قصادنا كده بقى يا حاجه كده، ايه الجمال ده؟ في الم في الركبه يا حاجه؟ لا كان في الم في الركبه. كان لما نوقف عليها تقدري كنت تطلعي السلم؟ لا. طيب النهارده الحمد لله بتقدري تطلعي السلم. الحمد لله. طب والركبه اليمين كانت الدرجه الرابعه عند الحاجه. فالدرجه الرابعه اغلب الناس مفيش اي استجابه، واغلبهم بيبقى نعمل تغيير مفاصل، يعني احنا مع الماده مع البوليمر ومع الار اف احنا بنقول وداعا لاي ايه؟ لاي عمليات. دي نقطه مهمه. امشي حاجه كده طمنيهم كده. الحمد لله. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله عليك. في ناس كتير يا دكتور معتقدين ان يقول لك ايه، انا عندي هشاشه في العظام، ده نقص كالسيوم. يعني ده معتقد ماشي مع الناس كلها، فهل فعلا نقص الكالسيوم بيؤدي الى هشاشه العظام؟ هو المشكله حضرتك ان كل الكالسيوم مش هو المشكله في المعادله، المشكله في المعادله حاجتين، فيتامين دي وفيتامين كي 2. كيتو وفيتامين دي هما اللي بيسمحوا ان الكالسيوم يمسك في الجسم تمام. وبالتالي فاحنا لو ما خدناش فيتامين كيتو
وفيتامين دي، كل الكالسيوم اللي انت اكلته ده ما استفدتش منه. ها عشان كده طب احنا قبل كده كانت الناس ما بتاخدش فيتامين دي ولا كيتو، كانوا موجودين في الاكل بتاعنا. طب ايه كان ايه اللي موجود فيهم فيتامين دي والاكل بتاعنا؟ الزبده البلدي النظيفه بتاعتنا اللي من الفلاحين اللي ما بقتش زي الاول، ما بقاش طعمها جميل زي الاول، لان ما فيهاش خير زي الاول، ما فيهاش فيتامينات زي الاول. فالزبده بتاعتنا اللي فيها البطاطا بتاعت ارضنا الجميله دي فيها فيتامين دي، فيها فيتامين دي وفيها كيتو. فالنهارده زمان انت كنت بتاخد الفيتامينات دي بدون ما تشعري. انت يعني مش يعني احنا دلوقتي احنا كلنا بندور عاوزين مكمل غذائي كذا، مكمل غذائي كذا، يعني دلوقتي كل واحد عامل اجزخانه مكمل غذائي، رغم ان كل دي صناعي، كل دي ايه؟ صناعي. وفي حاجات في الطبيعه تغنينا عن ان احنا ناخد، ومش هتتعب معدتنا، مش هتعمل لنا قرحه طبعا. طب ايه افضل حاجه؟ قلنا الزبده. طب ايه تاني تدينا بقى؟ طب إيه كل الستات عاوزه ايه؟ عاوزه فيتامين، عاوزه كالسيوم، وعاوزه فيتامين دي، وعاوزه فيتامين كيتو في الزبده. طيب عاوزين شويه عضلات بقى في الشتاء، احسن حاجه لينا ايه؟ عاوزين البطاطا، عاوزين ناخد كل يوم بطاطاي الصبح بطاطاي، احسن حاجه لعضلاتك، احسن حاجه ايه؟ وفيها فيتامين دي. طب ايه تاني بقى انا عاوز اخدها؟ زمان حضرتك كنت عارفه قراص الخميره كانوا يقول لك انا باخد قراص ينور وشك. فيها بروتين وفيها احماض امينيه تقوي عضلاتك. تقوي ايه؟ عضلاتك. كنا بنجيبها من الفرن حضرتك. تمام ايوه حتت كده. وحضرتك يا فندم كل حاجه كانت رخيصه وطبيعيه، ما كناش بنسمع على مكملات غذائيه، لا ما كناش بنسمع على كل الادويه دي، ما اسمهاش وكل الناس كبار السن المسكينه قاعده تاخد كميه ادويه رهيبه. ها توجع لها معدتها والكلى ويعني بتعمل لها. عشان كده نصيحه، الشتاء افضل اكل، افضل اكل وافضل علاج في الشتاء للعظم حاجتين، الزبده البلدي خلاص، وقلنا البطاطا تزود العظم، بتخلي العظم بتاعنا قوي وعضلاتنا قويه. واخر حاجه قلنا قرصين خميره، يعني هي توليفه بسيطه جدا خلاص، زبده معلقه الصبح معلقه بالليل خلاص ناخدها على الاكل حتى. على الاكل يا فندم. ايوه على الاكل. تاني حاجه قلنا البطاطا، تالت حاجه قلنا قرصين خميره الصبح. طب دول حاجات قرصين خميره بالليل يعني. وتكلفتهم قليله بالنسبه للفلاحين. ايوه مش بالنسبه للقاهره. يعني يا دكتور والله انا بشكرك جدا جدا جدا، لان اسلوب حضرتك يعني انا بحب لما اكون حاجه وجعاني او فيا حاجه اما اروح لدكتور يحسسني بانه ريح نفسيتي، يشرح لي يقول لي. انما يعني حضرتك بصراحه يعني ربنا يديك الصحه يا رب، ومن نجاح لنجاح دايما. ربنا يخليك يا فندم. والله انا بشكرك جدا جدا جدا، واشوفكم وخلصت حلقتنا، واشوفكم على خير وحب وسعاده في حلقه جديده ان شاء الله.